السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذن اليوم عندنا صفحة 51 في درس الأعداد العشرية بالضرب. إذن ننتقل إلى الصفحة 51 ونبدأ بالتمرين 11. لدينا 632 ضرب 154 تساوي 97328. أستخدم هذه العملية لملء الجدول دون إجراء الحساب. إذن هنا لاحظنا العوامل التي توجد في هذا العمود هي تحتوي على نفس الأرقام. إذن نفس الأرقام 6 3 2 5 4 1 5 4. إذن في كل حالة يعني أن الناتج نتاع هاد الجداء دائما غيكون عاوتاني، بما ان عندنا نفس الارقام غادي يكون عندنا في الناتج نفس الارقام. هذا يعني انه النتيجه غتكون دائما 9700 او 97328 في كل حاله، فقط التغيير سيكون على مستوى الفاصل. يعني غادي نكتبو هنايا 97328 97328 97328 ثم 97328. فقط يجب أن نشتغل على موقع الفاصلة في الجداء أو الخارج النتيجة. إذا هنا عندنا في الجداء الفاصلة عندنا 3 أرقام بعد الفاصلة. هذا يعني ان غادي نستخرجوا 3 ديال الارقام كذلك من النتيجه. اذا غادي يعطينا 97.328. هنا عندنا الرقم الاول بعد الفاصله وهنا عندنا 5، يعني هنا رقم وهنا 5، يعني المجموع 6. اذا ها هما عندنا هنا 5 ما كفاوناش، غادي نزيدوا الصفر باش نكونوا 6 ثم الصفر. اذا النتيجه هي هذه. ثم عندنا هنا 3 الأرقام بعد الفاصلة وهنا رقم، إذن 4 أرقام بعد الفاصلة، وبالتالي النتيجة هي هذه. عندنا هنايا 4 ديال الأرقام في العامل الأول ورقم هنايا يعني 5، يعني غنستخرجو 5 ديال الأرقام بعد الفاصلة تعطينا 0.97328. ثم في العوامل الأخيرة عندنا هنا رقم وهنا رقم، إذن غادي نستخرجوا 2 أرقام بعد الفاصلة وبالتالي غتعطينا 973.28. إذن القضية قضية فاصلة لا أقل ولا أكثر. إذن هنا مقارنة النتيجة مع 15.4. إذن النتيجة اللي عندنا هنا، إذن النتيجة غادي نكتبوها هنايا في كل حالة. إذن هنا 97.328، هنا 0.097 و328، هنا 9.7328، هنا 0.97328، هنا 973.28. إذا دابا في كل حالة غادي نقارنو. إذا هنا عندنا هذا هو الأكبر، عندنا هنا 15.4 هي الأكبر، هنا عندنا 15.4 هي الأكبر، هنا نعم حتى هنا 15.4 هي الأكبر، هنايا هاد العدد النتيجة هو الأكبر. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين. هذا ننتقل إلى التمرين 12. ذهب والد فيصل إلى السوق فاشترى 1.5 كيلوغرام من لحم الخروف بثمن 60 درهم، ثم 3 الكيلوغرام ديال الطماطم ب 2.5 ديال الدرهم، 2.5 كيلوغرام من البطاطس بثمن 3.5 كيلوغرام، ثم 2.5 كيلوغرام من البرتقال بثمن 4.25 درهم للكيلوغرام. إذا هنايا شنو كنلاحظو؟ عندنا عدد الكيلوغرامات وثمن الكيلوغرام. دونك إلا بغينا نحددو المبلغ الذي أنفقه والد فيصل، إذا المبلغ الذي أنفقه والد فيصل، إذا شنو غادي نديرو؟ إذا غادي ناخدو عندنا 1.5 غادي نضربوها فاش 60 درهم زائد 3 غادي نضربوها في 2.5 ديال الدرهم زائد 2.5 كيلوغرام غادي نضربوها في 3.5 درهم زائد 2.5 كيلوغرام غادي نضربوها في 4.25 درهم. إذن هذا العامل كيمثل عدد الكيلوغرامات، والعامل الآخر شنو كيمثل؟ ثمن كل كيلوغرام. وفي الأخير غادي نلقاو، إذا غنديرو عملية حسابية تاع هادشي، إذن إيكال دونك هنا 1.5 مضروبة في 60 زائد 3 مضروبة في 2.5 زائد 2.5 كيلوغرام 3.5 درهم، ثم 2.5 كيلوغرام مضروبة في 4.25. إذا ما أنفقه والد فيصل هو 116 درهم فاصلة 875 درهم. إذن هذا بالنسبة للتمرين 12. ننتقل إلى التمرين الموالي. دونك تمرين 13، أضع وأحسب ما يلي على ورقة مستقلة. إذن هنايا هادو غنديروهم في ورقة مستقلة. إذن هنا غنحاولو نجزو القسمة العمودية، عفوا الضرب، عملية الضرب الاعتيادية. دونك عندنا 4.78 مضروبة في 2.5، ثم غادي نخليو لها شوية ليسباس، غادي ناخدو 7.46 7.46 مضروبة في 3. أو دلا 2.34، ثم غنخليو لها شي المساحة، عندنا 6.851 وغادي نضربوها في 1.35. هذا بالنسبة للعمليات الأولى. هنا عندنا 0.0045 غادي نضربوها في 2.3، دونك 3.5 غادي نضربوها في 0.0004، 6.17 غادي نضربوها في 0.05. إذا غادي نجزو هاد العمليات في ورقة مستقلة باستعمال التقنية الاعتيادية للضرب. 5.48 كتبو 0 حسبو ب4، 5.7 35 حسبو ب3، 5.24 23 نقطة، 2.8 16 نحتفظو بواحد، 2.7 14 15 نحتفظو بواحد، 2.4 8 والواحد 9، ثم نجمع 0 15 نحتفظو بواحد 9 11. شحال الأرقام عندنا بعد الفاصلة؟ عندنا 3، هنا 2 وهنا 1. إذا غادي نستخرجو 3 ديال الأرقام بعد الفاصلة، وبالتالي غتعطينا 11.950 أو 11.95. إذا العملية الأخرى عندنا 4.6 24 نحتفظو بجوج، 4.4 16 وجوج 18 نحتفظو بواحد، 4.7 28 29 نقطة، 3.6 18 نحتفظو بواحد، 3.4 12 13 نحتفظو بواحد، 3.7 21 22 نقطة، 2.6 12 نحتفظو بواحد، 2.4 8 9 2.7 14، ثم نجمع 4 16 نحتفظو بواحد 15 نحتفظو بواحد 14 نحتفظو بواحد 7 ثم واحد. عندنا 3 ديال الارقام ولا 4 بعد الفاصله، اذا غادي نستخرجوا 4 ديال الارقام بعد الفاصله، وبالتالي النتيجه هي 17,400 4564. العمليه الاخرى اذا عندنا 5 في 1 5 5 في 5 25 نحتفظوا بجوج، 5 في 8 40 42 نحتفظوا بربعه، 5 في 6 30 34 نقطه، 3 في 1 3 3 في 5 15 نحتفظوا بواحد، 3 في 8 24 25 نحتفظوا بجوج، 3 في 6 18 20 نقطه، 1 في 1 1 1 في 5 5 1 في 8 8 1 في 6 6 ثم نجمع. إذن عندنا 5 8 8 5 و 15 14 نحتفظوا بواحد، 9 12 نحتفظوا بواحد 9. إذا النتيجة هي هذه، يعني بقى لنا نحددوا الأرقام بعد الفاصلة. عندنا هنا 3 ديال الأرقام وهنا جوج، إذن غادي نستخرجوا 5 ديال الأرقام، إذا النتيجة هي 9,24885. إذا ندوزو العمليات الأخرى. إذا عندنا 3 غنضربوها في 5 تعطينا 15 نحتفظو بواحد، 3 في 4 12 13 لا داعي لضرب الأصفار نقطة، 2 في 5 10 نحتفظو بواحد، 2 في 4 8 والواحد 9 ثم نجمع. إذا 5 3 10. شحال عندنا الأرقام بعد الفاصلة؟ إن عندنا هنا 4 ديال الأرقام وهنا واحد، يعني شحال؟ 2 4 5. إذا ها 4 كاينين غادي نزيدو الصفر باش نكملو 5 ثم صفر. إذا 5 ديال الأرقام خصنا نخرجو بعد الفاصلة لأن تتم عندنا 5 ديال الأصفار. إذا هذه هي النتيجة. نفس الشيء هنايا عندنا 4 في 5 20 نحتفظو بجوج، 4 في 3 12 14. هادشي اللي غنديرو، هاد الأصفار ما غاديش نضربوهم. عندنا هنا 4 ديال الأرقام بعد الفاصلة، إذا خصنا نستخرجو 4 ديال الأرقام، إذا هادو هما وغادي نوضعو الفاصلة هنا. إذا النتيجة هي 0.014 أو 0.0140. إذا التمرين العملية الأخيرة كذلك 5 في 7 35 نحتفظو ب3، 5 في 1 5 3 8، 5 في 6 30. عندنا 4 الأرقام بعد الفاصلة، إذا غادي نستخرجو 4 الأرقام بعد الفاصلة، إذا غنحتاجو واحد الصفر هنا. إذا هذه هي النتيجة نتاع هذه العملية. إذا هذا كل ما يتعلق بالعمليات الأولى. بالنسبة للسؤال باء لا نحتاج الى وضع العمليات. غادي نجيو غادي نشوفوا شحال عندنا هنايا. دونك عندنا نديرو بواحد، واحد في واحد، ثم غادي نجيو نشوفوا شحال عندنا د الارقام بعد الفاصله. عندنا جوج أربعة، اذا غنزيدوا الاصفار هنايا، اذا وغادي نحاولوا نخرجوا بعض الارقام، اذا هي هذه. اذا 0.0 هنا كذلك غادي نوضعو الواحد ونزيدو الأصفار، إذن عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. إذا شحال عندنا د الأرقام بعد الفاصلة؟ خمسة، إذا جوج خمسة وغادي نوضعو الفاصلة هنا. هنايا كذلك واحد، إذا غادي نحتاجو مجموعة من الأصفار. عندنا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، هي ستة، ها ثلاثة وها ثلاثة، إذا 0.5 الأصفار واحد. عندنا هنا الواحد ثم الأصفار، عندنا هنا رقم بعد الفاصلة وهنا رقم، إذن جوج الأرقام بعد الفاصلة، إذن 0.01. هنايا كذلك واحد، عندنا 3 ديال الأصفار، إذن عندنا هنا واحد وهنا جوج الأرقام بعد الفاصلة، إذن 3، إذن 0.001. هنايا عاوتاني عندنا واحد وثلاثة هي أربعة، إذا خصنا 4 ديال الأرقام بهاد الفاصل. إذا القضية كذلك قضية فواصل لا أقل ولا أكثر. إذا ننتقل إلى التمرين 14. مسيو رضا شونج دو فواتور إي أشيت سا نوفيل فواتور أكريدي. إذا مسيو رضا بدل السيارة نتاعو وشرا سيارة جديدة. il verse 12500 درهم à la commande. يعني في البداية فاش بغى يشري السيارة حط ليهم كاش 12500 درهم. et a versé ensuite 48 mensualités. إذا من بعد بدا كيدفع الشهريات 48 شهر 48 شهر، كل شهرية غادي يحط فيها 1018.30 ديال الدرهم pour chaque mensualité. à combien lui reviendra sa nouvelle voiture؟ إذا شحال الثمن ديال السيارة ديالو؟ إذا هنا بحال شي واحد دابا قال لك كنتي كتجمع انت وياه قال لك شريت السيارة بكذا كذا، عطيتهم 6 د المليون والباقي كندفع لهم مثلا 20000 ريال كل شهر وعندي 25 شهر ولا. اذا انت غادي تمشي غدير عمليه حسابيه. اذا هادشي اللي غادي نديرو. دونك لو بري بغينا نعرفو لو بري، السؤال هو لو بري دو لا نوفيل فواتور، السياره الجديده شحال الثمن. اذا عندنا 12500 ديال الدرهم، غادي نزيدو عليها 48 وغادي 48 غنضربوها في 1018.30 اولا .3 ديال الدرهم وغادي نوجدو الثمن تاع السيارة. اذا هادي غنديروها على شكل عملية حسابية. اذا عندنا 12500 درهم غادي نزيدو عليها 48 مضروبة 1018.5.30. إذا الثمن تاع السيارة نتاع مسيو رضا هو 61378.4 درهم. دونك 61378.4. دونك هذا هو ثمن السيارة. دونك غنمشيو ليكزيرسيس 15. جو كالكول موا ميم لي بري كي فون s'afficher sur les cadrans des balances. donc هنايا هاد لا بالونس مناش كتكون؟ هاد الميزان كتكون من لو بري ديال الكيلوغرام الواحد، ثم لو بوا شحال من كيلوغرام، ثم لو بري جينيرال. دابا بغينا نعرفو لي بري نتاع هاد لي فخوي لي ليغيم. دونك هنا غادي نديرو عمليه حسابيه. الثمن شنو غادي يساوي؟ بطبيعه الحال بالنسبه للميزان الاول لا بالونس الاولى عندنا 12.60 غادي نضربوها في 0.72. اذا هذا هو في الحقيقه باش غنضربوه. هنايا كذلك عندنا 7.20 هو ثمن الكيلوغرام الواحد و 0.650 هو الثمن نتاع هاد هو الوزن نتاع هاد في هاد الجزر. اذا هنا بطبيعة الحال فاش نجيو نجزو هاد الأصفار غادي نحيدوهم، هاد الأصفار صغارين، هاد الأصفار باش ما نديروش حنا العملية الضرب. هاد الأصفار بعد الفاصلة ما عندها حتى قيمة، غير الميزان كيافيشيها وصافي. إذا هنا غادي نديرو عملية فقط بالأرقام التي تخالف الصفر، الأرقام اللي كتخالف الصفر. 2 6 12 حسبتو بواحد، 2 2 4 والواحد 5، 2 1 2 نقطة، 7 في 6 42 نحتفظو ب4، 7 في 2 14 18 نحتفظو ب1، 7 في 1 7 و1 8. اذا 2 7 10 نحتفظو ب1 9. اذا شحال عندنا د الارقام بعد الفاصله؟ 3. اذا غادي نستخرجو 3 د الارقام بعد الفاصله وغادي نعرفو الثمن اللي غادي يخلص صاحب هاد المشترى هذا. اذا 9.072. اذا الثمن اللي غادي تافيشا هنا هو 9.072. بالنسبة للجزر عندنا 5 في 2 10 نحتفظو ب1، 5 في 7 35 36 نقطة، 6 في 2 12 نحتفظو ب1، 6 في 7 42 43. إذا 0 8 6 4. عندنا شحال الأرقام بعد الفاصلة؟ عندنا 3. إذا غادي نستخرجو 3. إذا 4.68 4.68. بغينا نزيدو هداك الصفر نزيدوه، بغينا نحذفوه نحذفوه. صافي صغير اذا النقط اللي كنحتاجوه كنرجعوه، الوقت اللي ما كنحتاجوش كنحذفوه. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه حول الاعداد العشريه الضرب من كتاب النجاح في الرياضيات للسنه الخامسه ابتدائي.